وإلى ملف آخر وإلى عنوان وقضية أخرى، وهي قضية الدواجن، خصوصا مع هذه الأخبار التي تتوالى عن نزول دواجن مستوردة برازيلية إلى السوق المصري، لعل ذلك يحدث تخفيضا للأسعار وزيادة للمعروض. خليني أروح إلى دكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. أهلا بيك دكتور ثروت، منورنا. أهلا أهلا أستاذ إبراهيم، أهلا يا فندم. دلوقتي حصل إفراجات كما أعلنت الحكومة، إفراجات مستمرة ولعلها أيضا منتظمة للأعلاف من المحتجزة يعني في المواني، ولكن خروج الأعلاف من المواني لم يعني يعطي أي مؤشر لانخفاض أسعار الدواجن ولا لتراجع أسعار البيض حتى، ومن ثم فوجئنا بوجود أعلاف نعم لكن الأسعار لا تزال مرتفعة، ما السر؟ تمام سعادتك، على سعادتك ان طبعا زي ما قلنا قبل كده ان دي مادة حية وليها توقيتات معينة، ولازم كميات الأعلاف تكون بكميات وافية ومستدامة ومستمرة. طبعا تداعيات النقص والأزمة اللي فاتت على مدى الأسابيع والشهور الماضية، في إفراجات لكن ما زال أسعار النهاردة مرتفعة بتاعت الذرة والصويا في السوق الخارجي، نتيجة طبعا أن الإفراجات مش بنفس الكفاية لحجم الدواجن اللي موجودة على الأرض. لازم حضرتك النهاردة دي دورة حية، في جزء كبير جدا من المربين والمنتجين خرج من العملية الإنتاجية، يمكن هو ده اللي أدى إلى نقص المعروض. الخروج ده ملموس ومترجم بأرقام دكتور ثروت، ولا هو ده إحساس عام بس في السوق؟ لا طبعا، عشان برضو نحط النقاط في نصابها، لا في أكثر من 40-45% من قطاع التسمين والأمهات خرج من العملية الإنتاجية، 40-45%. وده انعكس على الأسعار، في ارتفاع كبير النهارده في أسعار الدواجن، ده قلة المعروض، ويمكن الدولة لجأت خلال فترة المواسم القادمة أن تستورد مجمد، ما كناش نحب نلجأ لهذه النقطة، وكنا نتمنى نحافظ طبعا على المنتج الوطني بدل ما ندعم المنتج الأجنبي، لكن النهارده بدأت إدخالات جديدة من الدورات الجديدة التسمين والأمهات. أعتقد خلال الأسابيع القادمة لو استمر الإفراجات منتظمة بكميات وافية ومستدامة هتشجع مزيد من المربين للرجوع للعملية الإنتاجية. يعني بتكلم على إنه مش توفر الأعلاف أو أسعارها فقط، بل خروج المربي أساسا من المشهد، فاستعادة المربين إلى السوق مرة أخرى هو اللي ممكن يحرك ويرجع السوق إلى يعني أسعارها المنطقية. خلينا نتفق سعادتك، توازن الأسعار وتراجع الأسعار لن يتأتى إلا من الإنتاج والوفرة، والعكس تماما. طب الإنتاج والوفرة ده محتاج منتج، محتاج منتج، المنتج بتروح حالك إنه خرج بالضبط، فرجوع الإنتاج تاني مع الإفراجات، نتمنى استمرار في الإفراجات. في خطوة جيدة النهاردة من الحكومة إنها أعلنت أسعار تعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية على رأسها الذرة الصفراء وفول الصويا وعبال الشمس، ده شيء إيجابي على المدى المتوسط، هيشجع الفلاح إنه يزرع لأنه هيلاقي مشتري والدولة بالزبط. هتاخد منه بالظبط، أعتقد ده هنشعر بيه بس يمكن على الموسم القادم على الزرعة الصيفية، لكن دلوقتي إحنا عايزين أهم نستمر في الحلول العاجلة عشان عودة المربي أساس الإنتاج، أساس الوفرة، أساس توازن الأسعار، عشان نرجع للإكتفاء الذاتي بتاعنا ونحافظ عليه هو الخامات وتوفر الاعلاف بكميات وافيه. حضرتك بتقول لي انه المنتج ده هيرجع لما تتوفر الاعلاف. اكيد، اصل النهارده 75-80% من التكلفه ومن المكون الاساسي للطبق البيض وللدواجن هو العلف، اللي بياتي من الذره والصويا على راسها اكثر من 90% من الاعلاف ذره وصويا، فلازم نوفره، مفيش حل جزئي ينفع، لازم بكميات وافيه. كان دايما سعادتك عندنا على مدى سنوات طويله مخزون استراتيجي من الذره والصويا على الاقل 3 شهور، عشان يشعر دايما المربي بالامان، في استدامه، في توازن في الاسعار، في وفره النهارده في العلف متوفر، بيستمر في العمليه الانتاجيه،
ان يوميا النهارده في ادخالات لازم نحافظ عليها، تدفق الانتاج على مدى الاسابيع والشهور بيحافظ النهارده على كميات كبيره، وبالتالي هيحصل توازن في الاسعار. بس حضرتك بتتكلم بالمعنى ده التوازن لسه يعني طويل المدى شويه، الوصول ليه؟ هنحتاج اسابيع ان شاء الله، اسابيع الانتاج هيرجع لطبيعته، بس نستمر بشرط استمرار في تدفق الافراجات والخامات وتوفر الاسعار الاعلاف باسعار باسعار التكلفه. احنا عندنا طبعا عامل خارجي في التكلفه، وهو تراجع الجنيه امام الدولار، وان معظم النهارده الخامات دول وصيه طيب. مستورده. دكتور ثروت، خليني اتبنى تساؤل مواطن عادي لما بيقول انه ماشي الدولار عندنا مشاكل في العمله الصعبه والدولار زاد وتضاعف سعره عظيم، طيب ليه لما بجيب المستورد دلوقتي الفرخ المتلاجة دي الكيلو بيبقى نفس سعر الكيلو اللي انا هشتريه من المحلي؟ قال لا، يبقى يعني اذا الموضوع المجمد شبه الحي. كلام سعادتك من المنطق، لكن لازم نعرف سعادتك ان هناك وخبر سعادتك دعم من دول مصدره لهذه المنتجات، هم عندهم ميزه نسبيه وعندهم مياه وفيره وعندهم ملايين اسفلنا، والمحاصيل بالنسبه لهم انا عندي ظروفي غير ظروفهم، وما عنديش ميزه نسبيه كبيره جدا وكميات ميه وفيره في الزراعه، فالتكلفه عندهم اقل، وهناك دعم حكومي النهارده للتصدير النهارده دعم. فطبعا لكن انا يهمني برضو على الجانب الاخر، انا عندي عماله كثيفه، انا عندي صناعه قوامه اكتر من 3.5 مليون عامل. صحيح. مش عايزهم النهارده الوظيفه النهارده بتكلف مبالغ كبيره جدا، عايز احافظ على العماله، عايز احافظ على الاستثمارات. انا في 2030 يا فندم زي ما اتكلمنا قبل كده، انا مطلوب مني ضعف الانتاج الحالي، مطلوب مني 2 مليار دجاجه، مطلوب ده لو الناس فضلت على معدل الاستهلاك بقى، الناس واضح ممكن تتغير في عاداتها الغذائيه. يعني بمناسبه العادات الغذائيه دكتور ثروت، يتحدث البعض عن انه المصريين الاقباط بداوا صومهم الكبير 55 يوم، ومن ثم شبه في اقبال على اللحوم وعلى الدواجن، ومن ثم الاسعار المفروض الفراخ تقل. هل ده يعني بشكل موسمي بيحصل فعلا في موسم صيام المصريين الاقباط وبيحصل انخفاض للاسعار الدواجن بالفعل، ولا يعني ما بيتحسش على السوق؟ اكيد في الظروف الطبيعيه صيام الاخوه الاقباط بيأثر بالايجاب وبالسلب على القوه الشرائيه في السوق المصري، لكن ده في الظروف الطبيعيه، لكن احنا سعادتك عندنا النهارده ظروف غير طبيعيه، ضعف القوه الشرائيه بصفه عامه. النهارده اللي كان بياكل فرختين ثلاثه في الاسبوع الاسره اصبحت فرخه، واللي كان بياكل النهارده الاسره اللي كانت بتاخد طبقين ثلاثه بيض في الشهر اصبحوا طبق، عشان ضعف القوه الشرائيه. فهناك تراجع طبيعي، بس ضعف القوه الشرائيه ده ما قللش الاسعار. ضعف القوه على الجانب الاخر الانتاج قل، عشان ظروف التحديات اللي عدت بينا في الدوره الانتاجيه في الاسابيع والشهور الماضيه اثرت كمان تراجع في الانتاج. فلكن بالنسبه للنظر الاخوه الاغباط اكيد بيأثروا تاثير ايجابا وسلبا في فترات الصيام بتاعتهم، لكن مش في الظرف الاستثنائي ده. في الظرف الاستثنائي ده صعب طبعا نحس بيها كتير يعني. اشكرك جدا دكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. عندنا لسه مضى يعني اسابيع او شهور، اعتقد انه كان واضحا دكتور ثروت الزيني في انه المنتج نفسه خرج من السوق، عوده المنتج لو اتكلم على 40% من منتجي ومربي الدواجن، عودتهم هي الضمانه الحقيقيه لاعاده التوازن مره اخرى لسوق الدواجن في مصر. الى